الاولاد دخلوا شوفوا واش يشربوا. يشربوا الماء مالح، والله يا العباد لا يشربوها، غير الدواب لا يشربوها. ما لقيناش، كرهنا، غلبنا، ملينا، احنا قاعدين هنا شهر شهرين ثلاثه حتى يديروا النحل. عندنا مطالب نطالبوا فيها، هذه مشاريع جسدتها الدوله واعطتها لنا الدوله، منها الطرق، الرابطه بين المشاتي لفك العزله على المواطنين، نص المشاريع غير منجزه لحد الان، وتقدروا تروحوا تشوفوا. عندنا الكهرباء الريفيه، تحصلنا على بناءات ريفيه منذ 2007 لحد اليوم بدون كهرباء. عندنا الماء الصالح للشرب، حفرت لنا الدوله لهنا دي فوراج ودارت خزانات مائيه وانجزت شبكه المياه من سنه 2000 الى يومنا هذا، ما تحصلناش على قطره ماء. رانا نطلبوا الشروطات يجيو يشوفوا المشاريع هذو اللي محطوطين مخدومين باللي راهم يمشيو وما يمشيوش.